مستورد. حستاذنك ناخد سياده اللواء ياسين الطاهر محافظ الاسماعيليه. سياده اللواء ازاي حضرتك؟ والله تمام 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 تحت امرك. اخبار الاسماعيليه يا سياده اللواء؟ والله الحمد لله نحمد ربنا وربنا يدينا نعمه يا رب. معايا الكاتب الصحفي هشام يونس رئيس تحرير بوابه الاهرام بيسلم على حضرتك. اه طبعا سيد بير ربنا يكرمك يا فندم وسعداء بسماع صوتك. والله هشام بي يونس يا باشا سيادة اللواء عايزين نعرف لحضرتك آخر التطورات في قرية الأمل، وعرفنا إن في ناس بدأت تستلم دلوقتي وفي دفعة استلمت، عايزين نعرف آخر التطورات في قرية الأمل إيه؟ والله زي ما كنا متابعين مع بعض كل ما هو خاص بالجهاز التنفيذي والإجراءات اللي كانت بتسبق الإعداد لذلك انتهت طبقا للجدول الزمني، وختمنا بالناحية كان معنا اجتماع مع السيد رئيس الوزراء اللي صخف مجموعة قرارات، كل القرارات تقريبا من الجهات التنفيذية نفذتها، وكان في توجيه ان اعتباره من يوم 16/2 نبدا الاجراءات التنفيذيه في ان احنا نحرك المسائل للمنتفعين، وده اللي حصل. احنا دلوقتي حاليا مقسمين المنتفعين دفعات وبنسلم الجزء الاولاني كمرحله اولى المنازل الريفيه داخل القريه السكنيه، والاسر بدات تتواجد وفي ناس استلمت منازلها. ان شاء الله بننتهي المرحله الاولى هنبدا المرحله الثانيه وهو تسليم المجموعه اللي استلمت منازل، هنسلمهم ان شاء الله قطع اراضي باذن الله. معالي المحافظ احنا عندنا النهارده مؤتمر كوميسا في شرم الشيخ، وده هيكون دافع للاستثمار، عايزين نعرف من حضرتك الاستثمار في محافظه الاسماعيليه اخباره ايه، وايه خطه حضرتك في الاستثمار وتنميه المحافظه؟ هو شوف انا عايز اقول لحضرتك الاستثمار والتنميه على مستوى المحافظه ماشيه على محاور، يعني عندنا محور قومي وهو الجزء اللي يخص هيئه تنميه قناة السويس اللي بيرأسها الدكتور أحمد درويش، ودي بيتبعها ده على أرض المحافظة منطقتين وادي التكنولوجيا في الشرق ومنطقة الأمطار الغرب الصناعية في الغرب، ودول إن شاء الله بيتعمل لهم إعداد كامل في عملية التزويد بالمرافق والتخطيط التفصيلي عشان نبدأ قريبا طرحهم على السادة المستثمرين وكبار الشركات طبقا لأنواع الأنشطة اللي هتحددها لها. تمام. المحور الثاني على مستوى المحافظه احنا عندنا اثنين منطقه صناعيه ومنطقه حر، ودول بيتعاملوا مع المستثمرين مباشره من خلال اداره الاستثمار في المحافظه، واحنا نجحنا ان احنا نعمل ما يسمى بالمجمع الاستثماري اللي هو الترجمه لكلمه الشباك الواحد. تمام. وده عامل حاله من حالات التفعيل في التعامل مع المستثمرين وماشي كويس. المحور الثالث بقى اللي هو محور التنميه الشامله واللي ده احنا شغالين فيه على تنمية زراعية وتنمية صناعية وتنمية سياحية، عاملين بعض المشاريع المستقبلية اللي هتخلي لكل مشروع من دول أو محور من دول له روافد عالية جدا في التنمية على أرض المحافظة إن شاء الله. معالي المحافظ قول لنا مشروع الصوب أخباره إيه، وهل مشروع الصوب ده هيكون له عائد كويس على الشباب، والمشروع ده ممكن تعميمه في مناطق أخرى خارج الإسماعيلية أو داخل الإسماعيلية؟ طيب هو موضوع الصوب ده النص الثاني من قرية الأمل، ودول عبارة عن 514 صوبة و68 بالصوبة اللي هي تعتبر صوبة كبيرة، ودول فعلا تم طرحهم للمستثمرين أو متوسط المستثمرين متوسط الدخل، ودول إن شاء الله احنا منتظرين الجلسة بتاعتهم تتم خلال الأسبوع ده اللي احنا فيه، ويترسى على بعض رجال الأعمال المصريين هيبدأوا يشتغلوا في الصوب، وانا وقتها بقى لما يشتغلوا ويبان النتائج بتاعتها هنقرر ان كانت هي مشروع يصلح لباقي المحافظات الاخرى ولا لا، لكن من بوادر المشروع ومن نوعيه الصوب ومن الاقبال على المزاد انا تخيلي ان هي تصلح في اماكن كتير ان شاء الله. يعني سيادتك كمحافظ الاسماعيليه ممكن المحافظه تتبنى مشروع اخر داخل الاسماعيليه وتكون المحافظه هي الراعي بتاعه؟ لا هو مش ممكن، ان شاء الله هيحصل كده وحنتولى ذلك، بس بعد ما ننهي ونضمن النجاح في قرية الأمل هنعمل تجمعات أخرى ومشاريع أخرى في اتجاه التنمية الزراعية إن شاء الله. الرئيس مهتم جدا بالاستصراع السمكي لأنه بيفتح فرص عمل وبيوفر، طبعا أنت عارف حضرتك عندنا فجوة في الغذاء في مصر، يعني هل حضرتك المشروع ده ممكن تطبقه في أي مناطق في محافظة الإسماعيلية؟ هو حاليا بيطبق فعلا مشروع قومي لاستزراع السمك على ارض الاسماعيليه، في جزء منه بيتم تحت الاشراف المباشر للقوات المسلحه، وجزء اخر بيتم تحت الاشراف المباشر لهيئه قناه السويس بالتعاون مع بعض الجهات الاخرى،
والمشروع حاليا في مراحل الاعداد والتجهيز. انت عارف الموضوع عشان يتعمل بشكل لائق ويجيب نتائجه بياخد وقت شويه، في عمليه الاعداد للاحواض والنظام نظام المياه ونظام التزود بالمياه وصرفها والبنيه التحتيه. فان شاء الله الاعداد شغال في هذا الاتجاه، واتوقع ان شاء الله في القريب يبدا يدي البوادر او البشائر بتاعته قريبا. وطبعا المشروع بيحتاج كمان اقامه مصانع ومشروع متكامل، لان لو هي بيشتغل فيه بطريقه التصدير واقامه مصانع بيبقى مجزي جدا يعني. هو اساسا المنطقه اللي عندنا هيبقى معظم نشاطها في التصدير ان شاء الله. طب اهم المشروعات بقى الميدانيه اللي حضرتك في محافظه الاسماعيليه، بعيد عن محور تنميه قناه السويس؟ لا الحمد لله احنا عندنا الخطه الاستثماريه شغاله في افضل مراحلها دلوقتي، هو مرحله التنفيذ سواء رصف او تحسين بيئه او خلافه. لكن احنا عندنا محطات صرف صحي على وشك ان تنتهي وجاهزه للافتتاح، ثلاث محطات في التل الكبير والقصاصين وفناره. عندنا اتنين محطه مياه برضه على وشك الانتهاء في فناره وابو سلطان. عندنا معدات تحسين بيئه لدعم منظومه النظافه بحوالي 13.5 مليون جنيه، غير معدات خاصه بالتعامل مع كسح المياه الزايده او الامطار وصلت الى 8.5 مليون وتم تنفيذها ووصلت المعدات. عندنا منظومه نظافه شغاله بجديه، فيها منظومه جمع سكن الى داخل مدينه الاسماعيليه ومصنع تدوير مخلفات في ابو بلح شغال بكامل طاقته وبالخطين بتوعه. لا احنا عندنا العمل، انا جاي دلوقتي وانا بكلمك كنا جايين من مشروع تطوير منطقه الغابه في مدينه الاسماعيليه وبقت على احدث ما يكون، واستعدناها كمنطقه حضريه وواجهه للمدينه، ثم بدانا ننقل في منطقه المقابر وبنعمل اعاده تاهيل لمنطقه المقابر ان شاء الله لتكون منطقه تمارس فيها الطقوس بشكل مريح. كل ده بيتم سياده اللواء عن طريق الشغل الميداني. لما حضرتك انا اعرف ان حضرتك بتتحرك كتير في شوارع الاسماعيليه. انا بكلمك وانت حضرتك بتكلمني انا في الشارع دلوقتي في وسط الشغل الميداني. الشغل الميداني بيظهر للمحافظ او للمسؤول عموما المشاكل والسلبيات اللي موجوده. احنا بنقول دايما المسؤول لما يطلع خارج المكتب بيكتشف المشكلات والسلبيات اللي موجوده، وحضرتك من هؤلاء الناس اللي يعني بنعتبره موجودين في الشارع باستمرار يعني. سيادة اللواء ياسين الطاهر محافظ الإسماعيلية، أنا بشكر حضرتك جدا على المداخلة.